إناث وذكور من كل الأعمار والمستويات الدراسية يحفظون كتاب الله في هذه المدرسة القرآنية ببلدة سفيزف بسيدي بلعباس، وكلهم أمل في ختم القرآن قبل شهر رمضان الفضيل. أريد أن أطبق حفظي لكتاب الله في أخلاقي اليومية وتصرفاتي. أحفظ من القرآن الكريم 50 حزبا. أتمنى أن أختم القرآن عاجلا وإن شاء الله في شهر رمضان، وألبس والدي تاج الوقار بإذن الله. ماذا بنا هذا الطلبة يكونوا حافظين متمكنين، وربي يوفقنا ووفقهم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه المدرسة القرآنية واحدة من عديد الهياكل الدينية التي وقف عندها وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي في ولاية سيدي بلعباس، بغرض تشجيع القائمين عليها في استكمال بنائها وتوسيع نشاطها. زرت هذه الولاية المباركة العالمة المجاهدة لكي نقوم على تفقد شأن القطاع وإضافة بعض الهياكل الجديدة، مدارس قرآنية ومساجد، ووضع حجر أساس كذلك في هذه الولاية العامرة بالقرآن والعامرة بالعلم. نكون يدا واحدة إن شاء الله، ونسعد بخدمة القرآن الكريم في بلد القرآن وبلد الشهداء، وبارك الله تعالى فيكم جميعا. وفي ريف ولاية تلمسان، وبالضبط في نواحي بن سنوس الجبلية، تم تدشين جامع جديد ساهم في الإنفاق على بنائه اللاعب الدولي رياض محرز، وفاء منه لأصوله العائلية الجزائرية. مسجد يتسع لألف مصل وبطراز معماري ساهم في إثراء جمالية المنطقة.